فلوس ولا منصب ولا صحة كويسة ورحب بال، تفتكري ايه اللي ممكن يخليكي تعيشي 365 يوم سعادة في 2024؟ اكيد الصحة طبعا. لا هي الصحة ما تتقلش بأي حاجة، أهم حاجة الصحة. بالك مرتاح، هتبقى صحتك كويسة، هتفكر، هتجيب شغل كويس، هتضمن مستقبل كويس. ده تدريجية. أكيد الصحة وراحة البال، يعني ممكن الفلوس في لحظة تروح في أي سبب، والمنصب برضو ما فيش حاجة دايمة، فأهم حاجة الصحة وراحة البال أكيد يعني. الصحة دي نعمة كبيرة قوي ما بيحسش بيها إلا أي مريض. النعمة طبعا ربنا بيديها للي هو بيحبه. وراحة البال هي اللي بتخلي الواحد يبقى مبسوط ومطمن على كل حبايبه. كون الإنسان يصحى كده يبقى واقف على رجليه وقادر إن هو يتعايش ويقوم بمهامه ويقوم بالمهام الحياتية بتاعته كل يوم، دي بالدنيا كلها. لكن طبعا لو أنا معايا فلوس وأنا مثلا تعبانة وقاعدة على سرير أو حاجة، هيبقى لها قيمة؟ مش هيبقى لها أي قيمة ولا هحس بأي سعادة. الفلوس والمنصب بيتعوضوا وبييجوا مع الوقت، حتى لو مش فين 24 هييجوا بعدين، لكن الصحة وراحة البال مش بتيجي ولا أي فلوس بتعوضها عادي يعني. راحة البال والصحة لأن دول أهم حاجة، لأن أنا لو دول عندي هعرف أعمل أي حاجة، هعرف أجيب فلوس وأعمل كل ده. الإنسان طول ما هو بصحته يقدر يعمل أي حاجة، يقدر يجيب فلوس، يقدر يبقى في منصب، كل حاجة، فما فيش أهم من نعمة الصحة يعني. أنا أهم حاجة الفلوس ما بتشتريش الحاجتين دول، أهم حاجة راحة البال والصحة والواحد يبقى مرتاح يعني. إن شاء الله تكون سنة جميلة. طول ما الواحد عنده صحة وراحة بال الحياة بتبقى حلوة وكل حاجة بتبقى جميلة. فلوس عشان عايزة أشتري عربية. راحة البال بتهد الجبال بالدنيا كلها. إيش فايدة معاك فلوس ومعاكش راحة بال؟ وإيش معاك عيال ومش معاك راحة البال؟ أهم شيء راحة البال بالدنيا كلها. راحة البال وعيش من غير مشاكل ودوشة. بص طول ما أنا بالي رايق ومرتاحة أكيد يبقى صحتي كويسة، مطمنة على أولادي، مطمنة على عيلتي. ممكن يكون البوزيشن في شغلي أكيد في استقرار، وبالتالي الفلوس دي بتبقى آخر حاجة ممكن نفكر فيها يعني، ما بتجيبش راحة البال يعني. الفلوس أو المنصب مش دايما لحد، لكن أكيد الصحة وراحة البال هي اللي دايما.